لعله خير. في حديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يأخذ الله لمؤمنا قضاء إلا كان خيرا له. يعني ممكن الحاجة اللي انت شايفها دلوقتي شر ليك، بعدين تشوف ان هي دي كانت خير ليك، تقول الحمد لله يا رب انك حرمتني منها. ياه، الدرجات الشر اللي انا كنت شايفه ده ما كانش بيجي للخير ليا، اللهم لك الحمد يا رب. في قصة انا بحبها جدا عن الملك والوزير بتاعه. كان الوزير ده مؤمن جدا بالله لدرجة ان اي حاجة كانت تحصل له سواء خير او شر كان دايما على لسانه ذاكر كلمة لعله خير. في مرة خرج الملك مع الوزير بتاعه في رحلة صيد، فكان الملك كل ما يصاد حاجة الوزير تلقائيا يقول لعله خير. المهم الملك كان بيسن الأسهم بتاعة الصيد بتاعته، فالآلة اللي كان بيسن بيها الأسهم بتاعته وقعت على إيده فقطع صباعه. فالوزير لما شاف كده قال لعله خير. فالملك اتضايق جدا وتعصب جدا وقال: إيه الخير في إن صباعي يتقطع؟ أنت خاين، وحكم عليه بالسجن المؤبد. بعد فترة من الحادث خرج الملك بره مملكته عشان يصطاد، فوقع أسير تحت إيد مجموعة من مجموعة عبدة الأصنام، فقرروا إن هما يقدموه قربان للآلهة. فلما جم عشان يذبحوه لقوا صباعه مقطوع، فسابوه يمشي لأن طبعا ما ينفعش يقدموا قربان ناقص للآلهة بتاعتهم. طبعا الملك فرح وحمد ربنا جدا إن نجاه من المحنة الصعبة دي. فالمهم أول لما رجع مملكته استدعى الوزير بتاعه على طول وقال له: أنت إزاي شفت الخير في قطع صباعي وفي سجنك؟ قال له: لو صباعك ما كانش مقطوع كان زمانك مذبوح، ولو ما كنتش انا مسجون كان زماني انا القربان التاني. فالحمد لله الذي نجاك بقطع اصبعك، والحمد لله الذي نجاني بسجنك ليه. الخلاصه هنا ان اي حاجه بنمر بيها سواء كانت شر او موقف او حاجه حصلت تحس ان انت ما تستاهلهاش، او حاجه عملت كل اللي عليك عشان توصل له وربنا سبحانه وتعالى ما اردش انك توصل له في الاخر، هي خير ليك ورب الخير لا ياتي الا بالخير.